خليتني الله يخليك بين الطرق والثنايا، بكيتني الله يبكيك وشمتت في عدايا، نطلب على ربي كفيك في اللي عملته معايا. مجروح في مسكن الروح ولا عندي حبيب الا مغيظه، جرالي كما لاقد الدوح عطشان وامها مريضه، جرح سكاكين يبرى وجرح لبنات حيدي. مرحبا. بهذه الكلمات والتي لها دلالات وذكرى سنة 1980 عندما فاز محمد محبوب بالمرتبة الأولى في مهرجان ألحان وشباب، محمد محبوب محبوب الوادي، شحرور الأغنية الصوفية، أحد أعمدة الأغنية الصوفية دون منازع. هذا الرجل الصبور الحي الذي قدم للأغنية الصوفية والتراث الصوفي الكثير، كيف ولا وهو أصيل مدينة الوادي وابن الحاضنة الشعبية للسوافة. محبوب هو سوف، محبوب هو نبض الوادي، ومحبوب هو دائما يتغنى بالوادي ولا يعرف لحن غير الوادي، تسكنه هذه المدينة وهذه الربوع ويسكنها أيضا. أهلا بك يا شحرور الوادي، ونحن اليوم في ضيافتكم مع التحرير في ضيافتكم. أهلا وسهلا فناننا الكبير. على كل حال مرحبا بكم. أنتم في دارك، راكم في داركم. نقول كما قال الشاعر الكبير ابن كوينين، ما كمش ضيوف في الواد وما كمش ناس من ولا ما بين الجود والأجواد وبين الخلال والهالة. مرحبا بكم ومرحبا بكل متتبعين قناة، ومرحبا بمتتبعينا في برنامج التحرير في ضيافتكم. نحط الرحال عند هذا البلبل وهذا الشحرور الذي نحن اليوم في كنفه، وكما أسلفت هو ابن الحاضنة الشعبية ومن حي المصابة. أتركه يتحدث عن نفسه وعن رؤيته للنور أول مرة، سوف يحدثك على أنه ابن هذه الأحياء وابن هذه الأزقة وابن هذه الفضاءات. سي محمد، حدثني عن مولدك، عن طفولتك، عن نشأة الفن لديك وأنت صغير تتغنى في نوادي مدينة الوادي وعمرك لا يتجاوز 7 سنوات. تفضل سيدي. على كل حال طبعا العبد الضعيف امامكم، انا خريج الكشافه الاسلاميه، دخلت تقريبا عمري 7 سنوات او 8 سنوات في 68 في الكشافه الاسلاميه، وكنت انا ذاك نقرا كذلك في ليكول لاغار. من حين لاخر روح للكشافه، طبعا الكشافه واش تعلمك؟ تعلمك الديسيبلين، تعلمك ضبط الوقت، تعلمك النظام، تعلمك الأخلاق، لما كنا في مردد الأناشيد والأغاني الدينية كذلك، وزيد بزيادة تقعد مع ناس من كل بلايس، يعني لقيت ياسر فما اللي فيهم اللي عادوا ديكادر كبار وفيهم اللي مات الله يرحمه وفيهم اللي تعلمنا على الأخلاق، على شو هي وش اسمها SMA سكوت ميزيلمان ألجيريا، نعم، كشافة إسلامية. هنا تدل على الله يرحم محمد بوراس مؤسسة الكشافة، الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء إن شاء الله. على كل حال حتى هكا باختصار شوي، حتى 75 كنت أصغر قائد كشافة في مدينة الوادي. قبل أن نتحدث عن الكشافة، أنت ابن المصاعبة، ولدت
في حي المصاعبة مقابل بلدية الواد، أي في قلب مدينة الواد. نعم. ابن عمي ملود المعروف، الله يرحمه، صاحب أول مخبزة في الواد. نعم. وبداياتك في ذلك الحي ومع الكتاب ومع حفظة القرآن وتلك الطفولة الجميلة التي ربما نشأت عنها أصالة محمد محبوب. حدثني عن تلك المرحلة الحساسة الأولى، ثم نتحدث عن الكشافة ودورك في الكشافة. شوف، نقول لك هو الإنسان ابن بيئته، أكيد ابن البيئة نتاعه، تربينا في أسرة متوسطة يعني موشك، تربينا ميسورة الحال. نعم، ميسورة الحال الحمد لله يعني على كل حال، وعزة النفس هي الكل. أي أكيد، عزة النفس هي أغلى شيء في الليل. طبعا كنت كذلك من كنت نقرأ في الكود لاغار، كنت نروح للجامعة، كان يقول الكتاب كان يقول الجامعة. نعم. سير عروسي الله يرحمه، الله يرحمه، ومن حين لآخر كان كيغيب سير عروسي أحيانا، كان يشدنا الأكبر فينا ظن هو كان بالهادف. أي. بالهادف كان، وكنت دائما بعد ليكول قدام ليكول نروح للجامعة، وبعد يعني ما كانش فرعة مكان اللي في ده ذاك مكان. نعم. ومن خلال ممارستنا في الجامع تشوف حتى تلاحظ حتى في النطق او في الكلام يعني ما بين العربيه الفصحى والدارجه، هذا مش من فراغ. نعم. مش من فراغ، ولو ان مستوى التعليمي مستوى التعليمي مش كبير، لكن من خلال اللغه، من خلال النطق لغويا، واهل شوفوا كل يحصلون اللغه العربيه ولو مش صحيحه 100%، لكن تلقاها 80% صحيحه ولا 75% صحيحه، ونميل الى حتى اللهجه العربيه اقرب للدارجه. والحمد لله على كل حال علمنا اولادنا نفس الشيء، نفس ولو ان هذاك وقت وهذا وقت. كما كنت نقول لك احنا، انا قلت لك تعلمنا على الاخلاق وعزه النفس. ركز لي على عزه النفس، ما تشراش بالدراهم. في تلك المرحله عندما كنت في مدرسه المحطه البنين الكوليغار وكنت تتردد على النوادي في ذاك الوقت، ليش في الفاج، ليش في كثير من النوادي الصغيره الوقت هذاك، الواد كانت ناشطه ثقافيا رغم ذاك الوقت ما كانش امكانيات الوقت هذا. ولد محبوب او ظهرت ملامح الاولى لشخصيه محبوب الفنان، من الذي اكتشفك وكيف ظهرت بتلك القوه في تلك المرحله منذ بداياتك؟ شوف، هي الموهبة وحدها لا تكفي على كل حال. أكيد. طبعا كان الناس شجعوني، وبديت اذا كان صح التعبير بعد 75 اللي كنت قايد كشافة، رحت 76 77 ورحنا لونجيا للشبيبة. نعم. لونجيا ظن كذلك تروح لكولوني فاكونس، تروح نسمو فيه، ونعطيك على حتى ولو ان زربتها شوي. ف 82 رحنا مع نجمة تابعة للشبيبة لونجيا لاسبانيا، الفالنسيا. نعم. فالنسيا كان البحر الابيض المتوسط، البحر الابيض المتوسط كان تابع لنجيا وكذا، وكنا وفد فيهم، وفد من الواد، فيهم محسن تواتي الله يرحمه، فيهم مجيد شريت. ايوه. فيهم مجيد شريت بعود، فيهم مسعود وبيري صاحب الناي. نعم. ملحن اغنيه رباني ترابك يسوف. ورحنا مع بعضنا، وكان اقترقنا هيك الساعه، مش عارف كان وحي ربي يطول في عمره، ليفا هو اللي اقترحنا باش روحنا لاسبانيا. نعم. ليفا كان في مديريه الثقافه الوقت هذا؟ لا، مش ليفا هذاك، ليفا تاع الشبيبه، تاع الكشافه. تاع الشبيبه والكشافه. نعم. تاع الكشافه. فما بدينا يعني قلت لك اكتشفوا فيا الموهبه تاع الصوت والغناء، واقتحمت باش نرجع شويه لتالي الاغاني التونسيه. ليه؟ لان كان عندنا الراديو البوست، يقولوا له تعال بلاد تساف. تساف كنا. أيوة. كنا نسمع الاغاني التونسيه، الاغاني التونسيه، احمد حمزه كما جويني كما قاسم الكافي كما سولاف. نعم. ونعمه وا 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 جويني ولغير ذلك. طبعا من فما بديت نقلد بعض الاغاني الخفيفه فيهم، حتى الاغاني المشرقيه كما محمد. نعم. طه. نعم. محمد العزبي. نعم. هك تاع المواويل والاستخبارات. انا نميل ياسر للاستخبارات اكثر من الغناء اللي فيه. نعم. كان معروف عندك الاستخبار، وكان عندك الموال. فما بدت الموهبه وجدت الفكره تاع الحان وشباب. نعم. الحان وشباب داروا اعلان انه باش يديروا
وشوفوا باش يديروا تصفيات وكذا، باش يديروا التجارب الصوتيه في بسكره على ذاك اداريا الواد تابعه بسكره. نعم. وزيد بزادك تكون تابعه بسكره، حتى في الكشافه كنا تابعين بسكره. أكيد. يعني كانت علاقتي يعني كانت ولايتنا في ذاك الوقت علاقتي كاينه من قبل، من قبل الحنوه شباب مع اصدقائنا واحبابنا في بسكره. ورحت للحنوه شباب، راح معايا علي صوفيا، استاذ علي صوفيا راح معنا، ودرت التجارب الصوتيه وتقبلت الحمد لله على كل حال. وكنا تقريبا اول ولايه تدير زوج حصص الحان وشباب تيمو تلفزه، لان الاصوات كانت ياسر كثيره، اصوات كانت كثيره ومش ممكن باش ما يقبلهمش الكل، ومش ممكن باش يديروا حصه واحده لان كانوا ياسر. نعم. داروا زوج حصص والحمد لله اخترتوا من الجنوب الشرقي، من بسكرة ورقلات وقروت الواد. أنا الوحيد من الجنوب الشرقي كنت مثل الجنوب الشرقي بالعاصمة. العاصمة كان 21 لخيره مترشح من وهران، من بشار، من قسنطينة، من عنابة. الوحيد من الجنوب الشرقي. نعم. ودرنا كانت المنافسة حادة، حادة جدا، وكانت نعم. أصوات جميلة جدا. نعم. يعني بصراحة يعني نعم. كل الأصوات كانت مجتمع السوف في ذلك الوقت كان يتبع فيك خطوة خطوة تلفزيون ولا غير ذلك. لأول مرة الأغنية المحلية أو الصوفية بين قوسين نعم. تفوت على مستوى التلفزيون. حتى باش نعرج على الأغنية الصوفية، الأغنية الصوفية راهي من قدام محبوب وغير محبوب. أكيد كانت موجودة أصلا، كانت موجودة. هذا موضوع آخر. 68 عام 1968 69 تقريبا أول من أعطاها الأغنية الصوفية الفاتن هو عبد الرزاق جبالي. قيل انه ابن خالتك عبد الرزاق من العائلة على كل العائلة. من العائلة. نعم. استاذ عبد الرزاق جبالي اول مره نتعرف به في اواخر جوان 80. الاغنيه التي اعطاها اياها نهار مشى مواه يا وخيان. نعم. هذه الناس ما تعرفهاش. صحيح. وكان فرقه قبلها في الواد، كان فرقه صالح الديوانه. نعم. صالح الديوانه هذه كانت تدربوا، وين كاين سوتراف الان كانوا يدربوا، كانوا يدربوا لتحت على جزرنا منهم، بعد بدوا عادوا حذا. فيها مجموعة فيهم محمد حساسة، فيهم شريف الأمين الله يرحمه. نعم. بالكورديون، فيهم حدانة بناي، فيهم نسري الله يرحمه. نعم. فيهم عبد القادر مسعير غدا العميش نقولوا له. نعم. عبد المجيد طالبي. نعم. ياسر ممكن يعذروا من الأسماء القديمة للفن الصوفي. نعم. عبد الحميد حساسة كذلك. نعم. كانوا يغنوا الأغاني المحلية والتونسية. معروفين. نعم. وكانت مثل الواد عام 66 في الجزائر العاصمة. الله أكبر. هذا الشيء اللي ما يعرفوش الناس. صحيح، هذا تاريخ الأغنية الصوفية. عام 66 مثل الواد في العاصمة. الفرقة كان فيها أكثر من 30 عازف ما شاء الله، ما بين فنانين وغناء. كنت فما نتعلم أوركسترا. أوركسترا كنت نايف فما نتعلم. الكرم والجود وربوني على حسن الضيافة، وربوني على الوتر والعود، ربوني ربوني على الوتر والعود والشعر نجيبه بضرافة. نشوف أن هناك بلوغ مبكر ونبوغ مبكر للفنان محمد محبوب مع هذه الأوساط الفنية لصوف. ذكرت لي في رحلتك مع إسبانيا مع مسعود وبيرا مع علي صوفيا، هناك ملحن، هناك كاتب كلمات. إذن أنت ولدت في هذا الوسط الفني ونبغت كفنان منذ صغر، عمرك ربما 15 سنة 14 سنة كان محبوب يغني. إيش سمعتك في ذاك السن من 15 في الفاش كنت تغني وتدي في أداء في مواويل واستخبارات كبرى، ثم جاءت مرحلة الحان وشباب. أنت اليوم تحدث لي عن الحان وشباب. بعد فوزك بالجائزة الأولى أعتقد أعطيت دفعة كبيرة للأغنية الصوفية من خلال والله يا غالية والموال الذي دخلت به
خليتني الله يخليك. نعم خليتني الله يخليك، وأديتها بصفة رائعة ربما الكثير من الناس، وأنا سمعت شهادات حتى من أصحاب الأغنية النيلية في قضية الموال وجماعة، قالوا بالموال تاع محبوب كان موال قوي جدا، ونحن نعرف جماعة القصبة عندهم موال كبيرة خاصة جماعة الياي ياي. هذه الانطلاقة الكبيرة لفنان كبير وبدت الصدى تكبر، حدثني عن محبوب يكبر شيئا بعد يوم بعد يوم عام بعد عام، سلطنت على الأغنية الصوفية في ذاك الوقت وظهرت مظهر قوي، وكانت طلبات من كل الولايات تأتيك وحتى من الأقطار القريبة الشقيقة. حدثني عن هذه المرحلة التي ازدهر فيها محبوب وكان في أوج عطائه وقوته. شوف، هو أولا الساعة لازم الإنسان يكون صبور، أكيد يكون صبور، لأن ما الطريق مش معمرة ورد. نعم أنا نقول لك العرق طريق النجاح صعب. نعم. صعب، وزيد بزيادة الإصرار، الإصرار على شيء تحبه في أي ميدان، فشلت اليوم غدوة تنجح، فشلت غدوة تنجح وهي رايحة. هذا يبقى الإصرار. أنا كون جاء واحد أخر في مكاني راه عنده مدة بطل الغناء صراحة، نكونوا صراحة يعني. كانت عقبات كبيرة، مش عقبات بركة، شيء يحبس العقل يعني، كان أشياء والله ما نقدرش نقولها، أنا نحشم باش نقولها، شيء مهيش نورمال مش عادي. علاش ديما نقولهم الصوت واحدة لا يكفي، كاين كواليس يعني يندل لها الجبين، يندل لها الجبين حتى في الغناء. نعم علاش تقول لي كواليس في السياسة نقول لك عادي، كواليس في التجارة نقول لك عادي، كواليس أما كواليس في الغناء في الفن معناها في الفن مش نورمال. مش ديه لأن كاين مصالح معينة ما عادش يهمهم، ولو ندير منعرج لأن حداثة تجبد حداثة، لأن الحداثة ليس قضية أنه بس يقدم ثقافة معينة أو حاجة معينة للجهة، عاد قضية شغل فيها تغنمت نجيب فلان ما نجيبش فلان باش نكسر فلان، مش بحب في الأخر هو باش يكسر هذاك واحد الطرق يعني من نحش باش نقولها لا داعي رقم السبوتاج يسموه احنا ياسر فوق من السبوتاج فوق. والعراقيل المثبطة للفنان رغم ذلك لم يأفل نور أو شمس محبوب، معنا قاعد ناجح وقاعد البريق بتاعه موجود الحمد لله، ربما الصبر وهذا الإصرار. أكيد طريق النجاح مفروش بالأشواك وليس بالورود، أكيد رغم هذا نجح محبوب فنيا وأصبح رقم كبير على مستوى وطني وعلى مستوى إقليمي. يقولك محمد محبوب مباشرة يقولك واتسوف الآن. أنت اقتحمت البيوت الجزائرية الكل، محبوب أصبح يتغنى في كل المحافل الوطنية في الأعراس في كل شيء، أغاني محبوب نحن نتذكر قولوا دادا هي طلي حنت هي حنت هك دلالي هك الأغاني دلا دلا هك الأغاني الجميلة الرائعة لشهرة غير مع محبوب وشهرتش مع أي مطرب آخر من واد سوف، وهي من التراث الصوفي. بالتالي هذا عشان نقول بلي محبوب خدم التراث الصوفي وأصبح ربما المرآة اللي تعكس الثقافة الصوفية من خلال فنك. الصعوبات معليش كاين صعوبات، أعداء النجاح موجودين في كل بلاد وفي كل مكان وفي كل زمان وما أكثرهم. حدثني عن هذه المرحلة، المرحلة الخصبة من حياتك، أين غنيت، في أي أماكن غنيت، ربما المهرجانات التي استدعيت إليها، حدثني عن تلك المرحلة الجميلة حتى في تونس في السعودية في ليبيا في كل أماكن. محبوب انطلق انطلاقة رهيبة جدا وهو بدأ معنا في سن مبكر، حدثني عن هذه المرحلة. شوف أنا لست محظوظ كثير بالمهرجانات، وخاصة المهرجانات اللي استعملها تكون منظمة من طرف الديوان الوطني، الديوان الوطني والله أنا لست محظوظ كذلك، لكن هذا لا يمنع أني شاركت في فرنسا 2003 تقريبا، وبعد زيد نرجع في مع فرقة موسيقية من الجزائر العاصمة في فرنسا، ساعة كانت دورة دارينها عامة. كذلك 97 أول فنان جزائري غني في حفل خاص، ركز لي على كلمة حفل خاص، مهوش منظمات ولا جمعية ولا لا لا، في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة. كذلك زدت عودت رجعت في 2010
نفس العرس لنفس العائلة، وزدت مؤخرا في 2020 عائلة نصيب الصوفية، عائلة المقيمة. نصيب بالمدينة المنورة وبالضبط في بيار علي. نعم. على فكرة العرس هذا مش ياسر الناس فهموا واحد الأشياء، ولا على بالك الدعايات على الناس البرة ويتكلموا. نعم. شو نوضح الرؤية فقط بدون مقابل. بدون مقابل. المقابل الوحيد اللي عندنا هو اللي نعمل العمرة أنا وجماعة والذهاب والإياب عليهم هم فقط. وهذه دجاج خير مدرة أكيد خير مدرة. وش حبيت نقول لك المهرجانات كما كزيف مرة واحدة كزيف اللي عرضني الشاب يزيد اللي عرضني كذلك مهرجان جميلة مرة واحدة مهرجان تمقاد مرة واحدة هذا تاع الوانسي قبل يعني في هاك الوقت هذاك. وأما بالنسبة للمهرجانات وشاركت كضيف شرف الجزائر عاصمة الثقافة العربية كضيف شرف مشهور بعد التورني كذلك تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية كذلك كضيف شرف. هذه بالنسبة للمهرجان. أما بالنسبة للمهرجان بتونس أول مهرجان درته في دوز عام 86 أو آخر 85 86. أول ما دخلني فن بالتونس قبل هالساعة قبل هذا أول ما دخلني لتونس إعلامي من المتلوي محمد شعبنية هذا كان دخلني في الأول في 85 دخلني المهرجان المناجم المتلوي والرديف أيوة مهرجان المناجم قفصة والمتلوي والرديف والمذيلة وأم العرايش درنا واحد التورني تاع اربع سهرات 85 بعد رحت المهرجان دوز مهرجان دوز عام 86 التبادل الثقافي بين الواد و دوز قبل دوز نعم قبل المهرجان دوز الدولي ومن بعد رجعت بعدها مرتين ولا ثلاثه المهرجان دوز كذلك مهرجان التمور قبل لي ثلاثه او اربع مرات في توزر كذلك هذه هي تقريبا من في تونس العاصمة تونس العاصمة لا تونس العاصمة رحت كضيف فقط وفي الجماهيرية العربية أيوة الجماعة ليبيا في 2007 2007 طرابلس عاصمة الثقافة العربية ولا الإسلامية ثم رحت مع وزارة الثقافة هذيك أول مرة لأول مرة هذيك بطلب من السفير الموجود في السفير الجزائري الموجود في ليبيا ودرنا حاجات فم في ليبيا فهمونا كان ليبيين خلاص اكيد يقال بان الشوف تشبه ليبيا او كان واحد الكلام معطاها لي الشاعر خليقه بالمناسبه قدام الروح قلت له دير لي حاجه على ليبيا ايوه كنا في قاعه الكشاف قلت له ديرها لي بالطريقه الليبيه يعني ما الى شوي الايقاع الليبي نعم ولهجته هو موال هو أيوة. حافظ منه بيت بك صغير يقول دمت يا وطن ودامت فرحة ودامت قلوبنا بالهنا مرتاحة يا لون الجنة ودام معمر الله يرحمه يرعاك بصراحة كان هذا هو الوزن هذا في شكش كان معايا الفنان الكبير المرحوم درياسة كان معايا كانت معانا الفنانة شابة يمينة لكن يبدو أنك أنت كنت مميز بالنسبة للليبيين الليبيين لأنه فهموني فهموك كما تاع كلمه موال تاع كنت قديم يقول يا شمس ازرق علي وطلي خلي حبيبتي من بعيد تشبح ظلي كلمة تشبح اي تشبح ظلي نشبح قالوا لي عاود كيفاش هم يقولوا تشبح وارجع نفس الشيء نفس العادات نفس التقاليد وخاصة البدو نتاعهم يعني قريبة جدا اللهجة لفت هنا سي محبوب ألا ترى بأن التراث الغنائي والموروث الشعبي بين ليبيا وجنوب تونس وتسوف وشرق ما حسيتش بشي هذا ياسر اغاني مشترك يعني كانك تروح لدوز وتسمع الشعراء لان معروفه في قول الشعراء نعم. موجودين في دوز انا يعني معروفه مرزوقي بالقاسم وعلي الله يرحمه وغيره وغيره نعم. وغيره في قول الشعراء تحس روحك كانك في البلاد نعم ما تحسش روحك كلاش طلعت راسك شفت العالم متبدل وكثير من الاغاني مثلا ولا يا غاليه الان
هي تراث مشترك، تراث مشترك ليبي تونسي جزائري. جزائري وانا نقول سمعها بصوت عام 67 68 بصوت سلاف. أيه. السيده سلاف ربي يطول في عمرها الفنانه التونسيه تسمعها في ليبيا كذلك. كان تراث مشترك ما تقدرش تسميه للواد، ما تقدرش تسميه لتونس، وما تقدرش حتى بعض الاغاني الجزائريه اللي غنوها تونس. كان ياسر اغاني جاريه حموده، يقول تعالي خنشلي، تعالي الخنشلي عام 1939 كانت تغني جاريه محمود. نعم. لكن هذا لا يمنع، لان الحدود ما تمنعش، لا تراث مشترك، عادات وتقاليد. حدي الزرقي الله يرحمها، الشاعره الدبيله حدي الزرقي اللي الفها كتاب بشير قريف، بشير قريف عام 93. نعم. نتمنى ان شاء الله يجددوا لها الكتاب اللي هنا. كان ياسر اغاني بخنوق بنت المحارم عائشه حميد عائشه وغنيت يا ريف يا لابس نزرك ساعه واحده ما تنزلش. انا تفاجات عندي الكتاب نتاعك، قريت قلت هذا كيفاش انت لا باش نحكي لك. احنا المشكل نتاعنا التداخل الثقافي، التداخل الثقافي. لكن للاسف اقولها بكل مراره انه ما كانش تشجيع، ما كانش باش تروح تسجل اغنيه، مش بتسجلها بالسهله اكيد، مش بيسجلها بالسهل. لو كان مديات وكان نعطيك مثلا، حتى كان دخلنا حديث في حديث وتشوف يا زين، وتشوف يا زين تاع مهدي غمام والحان خالد محبوب، سجلناها في صفاقس في تونس. معناها كان توزيع هذه كان على الاقل درناها من هم ما نقولش قداش ولا كذا، لكن نتحدث عن الاغنيه كبيره. الاغنيه هذه راح نتحدث عن ما يسمى بالمشاركات اللي قام بها محبوب مع مطربين اخرين، ديو عما انا مطربين درت معهم ديو. مثلا عندك خالد محبوب، هو من عمك خالد محبوب؟ لا، هو قدام الديو هذا كان ديو للاسف ما شافش النور. يعني اول مره نقول الكلام هذا 86 في الاوتيل قشوف. ايه. كانت زياره هيام يونس وزيارة الفنانة سماهر من سوريا. ودرت أغنية قديمة يا اللي تحبونا مع سماهر، وغنيتها أنا، والتسجيل موجود عند هبيتها قديم. يعني التسجيل مازال موجود، التسجيل لحد الآن تقريبا مازال موجود، قادر تبعثوه في جديد. وقت اللي راحوا للعاصمة باش يديروا لها تصوير تلفزيوني، نتفاجأ أن محبوب تبدل نحو محبوب ودار واحد اخر. اذا هذه من ربما كنت تحكي عليها من كواليس. كواليس كواليس. التذكير قلقتني في الاول شويه هكذا، ومن بعد ما عرفت فيها كواليس، لانهم يحاربوا فيها من ثمانيناتهم. وما حاربوا فيها من ثمانينات، لكن كل مره نخرج لهم بخرجه. ستعنى نقول فنان محبوب عنده اعداء كثر من الوسط الفني. والله انا علاقتي طيبه مع الناس كل. أنا علاقتي طيبة مع الناس كل، إذا كان مش كل، لا مش كل. كاين ناس، خلينا من الوسط الفني، كاين ناس مش لصالحهم. الوسط الثقافي يا سيدي بصفة عامة. أيوه هكا تقول لي هكا أنا فهمك. أيوه. مش لصالحهم يبان محبوب. يقلقهم يبان محبوب، صراحة يعني. هما هو باين في محبوب دائما عنده ما يسمى بالإحساس بالمظلومية، دائما تتحدث عن لأن أنا مظلوم، حاسس بالظلم. لكن أنا قلت لك نفس قلت لك في الأول، عندنا عزة النفس، مش نعم. من الناس اللي يتشكوا ويتبكوا. نعم. احنا الحمد لله على كل حال. ورغم ذلك الغريبة وين؟ إني عارفهم، أنا عارفهم وداير روحي مش هنا عارفهم. نعم. ونعرفهم واحد واحد، سواء في الواد ولا في خارج الواد. لكن هذا لا يمنع ان كاين ناس معاك، وكاين رجاله معاك، كاين ناس شجعوا، كاين ناس وقفوا معاك، كاين ناس. نعم. لان مش قبيح يفسد على المليح. نعرفهم، لكن يجي نهار هذا له تاريخ. نعم. نسميهم بالاسم فلان وفلان وفلان وفلانه في مذكرتك ان شاء الله. لا نسميهم بالاسم. ها وقتاش وش درت. لازم يتكشفوا الناس هذا. الله يرحمك كان قايد صالح، هم عصابه بها تم على كلمه. اساءوا الى الاغنيه الصوفيه والى الفن الصوفي قبل ما ياسوا. لا ما همهمش هم، ما همهمش الاغنيه الصوفيه ولا غير الاغنيه الصوفيه. لا قلت لك نشوف الاساءه هذه للفن، مش اساءه الشيخ. لا هم اساء لي انا شخصيا. ايوه خلاص، يعني بنكونوا صراحه، يعني نلعب ولا نحرم.
ومعزة ولا وطارت وعارفين الحقيقة ومش حابين يقولوا الحقيقة. خرجوا الدعايات أنا قاعد نسمع في الدعايات ونسمع في ياسر دعايات لكن مطفي الضوء لا الروح يمشوني. نعطيك من بين التناقضات الموجودة اتصور انت مغني اغنية وطنية يجي يسكروا علي الباب. غنيت الوطني على بالي على الفريق اول الوطني. فنان من الجنوب اللي دار على الفريق الوطني نعم. 2010 و2014 عدة اغاني وطنية لكن انت تستنى باش يقولوا لك على الاقل شكرا على الاقل لا يجي يكسروك ويزيد يسابوطوك عصابة بأتم معنى الكلمة بالمصطلح هذا الجيد كذلك مش عصابة مافيا هو مش داخل قولك سي محمد نشوف في كثير من النوابق عن الصوت والأداء من الشباب بالخوف ما يظهر وبعد يختفي ما يجيش تشجيع ما يجيش تشجيع نعطيك على سبيل المثال كي تروح تغني انت أغنية في استديو ما هو لازم هو اوركسترا لازم فرقه لازم تخلصهم ودي اكيد شكون الدعم قبل من كانت الخدمه ماشيه شويه عند التسميه تاع كورونا شويه حسينا بها كنت على الاقل من جوبنا وكان الناس ساعدونا ما نكذبوش على ربي هذا الحق من كان الناس ساعدونا ولا داعي لذكر الاسماء عندت اسماء ساعدونا كعلاقات خاصه ماهيش مؤسسات عموميه يعني كعلاقاتي الخاصه معهم لكن هذا ما يمنعش انه كاين صندوق تاع دعم تدعم مش دعم العمل هذا نعطيك مثلا أغنية دينية ثلاثي معاش ثنائي ياسين محبوب وخالد محبوب والعبد الضعيف محمد محبوب درناها سجلناها صوت مدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها عام وحاجة لحد الآن ما لقيناش تكون كيفاش باش نصوره بكاش تشجيع ما هي الأعمال التي العد محمد محبوب ولم تنال النور بعد كاين ياسر اعمال ياسر اعمال كما انا كاين اللي درتهم من عندي كاين اللي درتهم من عندي تاع الفريق الوطني درنا الكليب سلكناه من عندي زوز مش واحده زوز كاين اغاني لان على بالك حتى على المجتمع المدني غنيت كانت على الصلح خير وحس المدني وحس المدني ياسر حاجات درتها على حسابي الخاص لكن ما كانش كاين العكس كاين نكران الجميل كاين بالعكس كاين اللي يزيد يطفي عليك الضوء ويزيد يكسرك المصيبه كل يسكت على الاقل معليش يزيد كاين كواليس انا قلت لك كاين كواليس قلت لك نقولها يندل لها الجبين اقسم بالله يندل لها الجبين لكن ممكن خايف لا تصدق بس صدق انت صدق او لا تصدق يجي وفد من برا من الواد يعني اول مره نقولها يجي وفد من البلاد نعم البلاد يجي البلاد ويروح الفنان معين يقول له هيا باش غنينا في السهرة نجينا تقول لي انت باش غنينا في السهرة نقول لك انا مثلا 10 ملايين نقول لك احنا جمعية وجينا هنا ضياف وحبينا نجيبوك انت ها وندبر عليكم وديروا السهرة وما تخلصوا حتى دوروا عارف وش يديروا ولا وروح للبلدية والله روح المؤسسة معينة وقول لهم جيبوا لنا فلان تو يخلصونيهم واش رايك انت في هذا قولوا مرانا حابين يجينا فلان حاب يجينا محبوب يغني كيفاش قاعد تعاونوني انت وسلكوني وسلك البلديه اه مثلا واش رايك واش رايك اذا هناك مشاكل كبيره يعيشها الفنان قال له مشاكل رغم هذا محبوب قاعد صامد رغم هذه المآسي ورغم هذا ربما العراقيل رغم هذه الوسط الفني ربما لو نشوفوا في عند اخواننا التوانسه وعند الاماراتيين وعند نشوف اللي هناك تشجيع رهيب للفن وللمبدعين شعراء كانوا ومطربين والله نسخك القولنا والله لا بصراحه يعني ولو ان محبتي للبلاد ونحب البلاد كنقول البلاد شوف نقول شوف يعني لا ولو لا حبك للواد هذا ما اعطيت للاغنيه كانت عندي ياسر فرص اني باش نهاجر من البلاد جاتني فرصه عام 82 نعم جاتني الفرصه عام 91 جاتني الفرصة عام 86 كان حبي للبلاد خلاني وراني قاعد نخلص في الضريبة غالية ضريبة وغالية جدا يعني أعتقد سي محمد
الكثير من الفنانين المنطقة كانوا يأخذون على القطاع الثقافي على أنهم يشجعهمش ويجيب في فنانين من برا ويجيب في ربما في لجان تحكيم من برا، حتى من حيث التحكيم مثلا في مهرجان الأغنية الصوفية أو في المهرجان الجبتة الوزيرة السابقة خديجة تومي تاع رقصات العالم، هذاك الفن ورقصات العالم كان ديما مهرجان اللوس. المهرجان اللوس سيأتي بأرمادة من الحكام الخارج وأبناء المنطقة، هم فنانين في مستوى عالي ربما يشجعوهم في بلدان أخرى وينجحوا، وهنا يكرمهم مش بالشيء هذا. لماذا يعود هذا؟ هل أنت مع هؤلاء الفنانين الذين نحتجهم؟ شوف على هذا على المسؤولين عن الثقافة، ولا أقصد شخص بعيني يعني. لا نلوم ونعذر، مش ما نظلم حتى واحد. أنا علاقتي طيبة مع الناس كل أكيد به. حتى المشكل فينا إحنا مشينا متحدين. المشكل فينا إحنا يجي يقول لك كلام في القهوة. ما نديرش ما نديرش ما نديرش غدوة القهوة الأول قاعد قدام الكرسي الأول. أو حتى إحنا عندنا ديفو. حتى إحنا نتحمله. معنا ما كانش ما يسمى رابطة أو رقابة أو هيئة ربما تجمع هذه الأسرة. كل واحد نفسي نفسي، ما نكذبوش على بعضنا. هذا الحق. كل واحد نفسي نفسي، وكل واحد أعطيني النعمة وإن شاء الله نعمة. 10,000 يبدل صاحبه في البلاصة. بالصراحة هذا هو. والله في البلاصة غير يبدك ولا معنا بالي بيك. إذن هناك مشكل حتى أعمال الفنانين. من بعد وش تدير؟ تبقى أنت رابح على العداوة. أنت اللي تربح على العداوة، علاش نربح على العداوة؟ ورغم الغلطة اللي ارتكبتها أنا، نتمنى ما يرتكبوهاش الفنانين الجدد. كارثة. غلطة ارتكبتها أنا ونتمنى. تتمثل في وجه الغلطة اللي ارتكبتها غلطة كبيرة. حتى يأخذوا الفنانين الجدد. غلطة كبيرة وكبيرة ياس. أنا قعدت هنا في الواد. لا. غلطة الكبيرة أنه الفن يديرها مهنة. نعم. خطأ. خطأ. الفن يعني ما يأكلش خبز. مش ما يأكلش خبز يزيد يمرمدك. خليه كهواية ودير شهادة تعليمية. مش تلقاها خطر أخرى وقت الحزة. هذه الغلطة اللي ارتكبناها ماذا بينا الشباب ما يرتكبوهاش. اليوم محبوب هو متحصل على بطاقة فنان. وربما من الفنانين الأوائل في الواد أو في أول واحد جاء بطاقة فنان. ماذا أضافت بطاقة فنان محمد محبوب؟ أضافت لي حطيتها مع بطاقة تعريف. عم عادوا مع بعضهم هي والباسبور. عم موجودين. ماذا أضافت إلي؟ أضافت وأضافت الفنك وأضافت زادتني حطيتها في الملف. أنا موجودة في الملف. كما بطاقة تعريف كما الباسبور كما كما الشهادات اللي عطوه لي. عندي لهنا. ربما سوف نتحدث عن التكريمات والشهادات. معنى لم تكلمناش عن الفيلم. معنى أني جاي للسينما. بمعنى أنها لم تقدم شيء لمحبوب. لا لا مجرد ورقة. لا لمحبوب ولا لغيره. مجرد بطاقة فيها اسم محمد محبوب وسنه خلاص. وفنان من الواد وكلام الواد وكلام كذا. نعم هو شهادة فنان. الوحيدة بطاقة تاع حقوق المؤلف. لوندا. لوندا هذه. تختلف شوي على الأخرى يعني من حيث أحيانا عندك يحفظوا لك على أغانيك ما تسرقش، يحفظوا لك على اسمك كذا، وأحيانا هو بعد عامين ثلاثة يبعثوا لك مسيريفة صغيرة. هك معايا. خليني ننتقد محبوب ننتقد محبوب شوية، أو نعطي ربما بعض الصور اللي نسمع فيها الآن ولو أنها قليلة، على أن محبوب شاخ وصوته معنا راح، وبالتالي يلتجأ إلى أبناء عمومته، هذا خالد هذا منش عارف، يلتجأ الفنانين صغير مش يغطي عزه الفني. ماذا تقول لهؤلاء؟ بالعكس كنت تلتجأ إلى هذا وين يزيد يبان ضعفه. بالعكس خاصة أغنية اللي شهرت بها أنت وخالد والسوف يا زينة. والسوف يا زينة كانت عندها صدى كبير. شوف أنا الرد إن شاء الله عن قريب اسمنا هذه يكون الرد كان جديد. أنا أيوة يكون الرد إن شاء الله. الدعايات هذه أحيانا نسمعها. والله يهديهم إن شاء الله. ممكن كش ما شافني واحد في سهرة زوز كنت تعبان شوية وكذا يهز عليك النظرة هذه كذا. كم الفوتبالور يلعب كذا أحيانا ما يعرفش بده هذا يهزك النظرة تاع. إذا ننتظر جديد محبوب إن شاء الله راح يفاجئه ويكون رد على هذا الكلام. رد قوي ثاني. قوي جدا. قوي جدا. جميل. رد قوي جدا. اليوم أنا ما أتكلمش بالحديث. جميل. أنا أتكلم بالرد. الله أكبر. جميل جدا. نروح اليوم إلى شيء آخر ربما تميزت به من غير الفنانين سوى فكل. هو أنك شاركت في السينما ومن بابها الواسع مع مخرجين معناها كبار
كبار كما محمد الأخضر حمينا ومدراك مدراك المادي السعفة الذهبية في مهرجان كان في 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 السعفة الذهبية في السنين الجمر سنوات الجمر الجمر وأنت دخلت معاه في العاصفة وفيلم هذا أعطي بعد كبير ودرجة كبيرة في ذاك الوقت شيلة في سوف على أنه إهانة لأهل سوف وربما هو كان فيلم نقدي فيه نوع من الدراما حول المرأة التعيسة التي تعيش في البدو وكيف تضرب وكيف وأديت دورك الوقت هذاك فنيا وحتى تمثيليا لو تحدثني عن هذه التجربة السينمائية ولماذا لم يستمر محمد محبوب في السينما وماذا قدمت هذه التجربة لمحمد محبوب؟ شوف أولا أنا كنت محظوظ جدا يعني الفضل يرجع لله واحد يقول كلمة الحق ماذا فضل يرجع لله ويتفضل يرجع للسي عالي الوزير عبد العزيز خلاف نعم انا ذاك عام 81 كان وزير التجاره جت الفرصه لان تربطنا علاقه يعني نعم العزيز خلاف نحييه من هذا المكان نعم. الكائن حقيقه يزور الواد من حين لاخر وكان مشجع للثقافه كان يختتم في الوقت مهرجان السوف الثقافي كان يجي ويختتمه نعم السينما كان تابع وزارة التجارة نعم وجاء في زيارة عبد العزيز خلاف إلى الواد باش يدير زيارة باش يشوف الأماكن إذا كان تصلح باش يديروا الفيلم هذا صح وأنا كنت موجود في مأدبة الغداء في بيت هذه الحيثيات وهذه الكواليس نعم تاع الفيلم هذا أي ومن بينهم شافني البقر ذاك الساعة كنت خارج من الحان وشباب جديد وشجعني سي عبد العزيز وشجعوني جماعة قال له شوف بلاصه لهالشيطان اللي معاه العفريت على عيني بهذه الصيغه قال ان شاء الله صداقه حميميه نعم. رجع عبد الاخضر حمينه باش يدير الفيلم وداروا لنا كاستينج وين الكاستينج هذا في الاوتيل قسوف كنا ربعه مترشحين فيه ربعه من اهل سوف لا زوز من اهل سوف وزوز خارج سوف قولش شكون يا بدي مش تذكرهم لا 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 فضول المواطن لا لا والمتتبع هذا لو يحب يسمع حمادي اعفني دفات مات ايوه والحمد لله واخترت انا ك من ابطال فيلم تاع العاصفه واللجنه اللي كانت موجوده ما يعرفوني لا ما يعرفون الاخرين اكيد كانت مقاييس علميه كاين من فرنسا كان وجوه لا عمري ما شفتهم في حياتي ما شفتهم يعني كلهم ما يعرفوني لا ما يعرفوا الواد اصلا نعم واخترت انا للفيلم هذا فيلم العاصفه كابويت كشاعر في الفيلم والحمد لله يعني كان تجربه صعيبه بصح في نفس الوقت دورك كان دور رئيسي ودور ثانوي لا مش ثانوي مش رئيسي يعني من بين الادوار الرئيسيه لان كان عبطال نعم. كما حيها بالمناسبة ربي يطول عمرها نادية طالبي الممثلة الكبيرة نادية طالبي كان سيساني كان ممثلين كبار نشوفهم في غير التلفزيون أنا ما نعرفهمش هو من ناحية الفنية وخاصة الـ 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 الأغاني التي غنيت وخاصة المواويل الحزينة الشجنية اللي أديتها الشيخ بن عيسى نعم تاع الشعر الله يرحمه الشيخ بن عيسى من المسيلة نعم. كملت لها نايا روح سالي على الروح في الأخر نعم نعم روح سنيع روح زدت هنا في الأخير معروفة هذه كزدت هنا لأن فيها اللقطة تعبها كنت تتبع في ذاك الأصناف الثقافية حتى المستوى العربي تأثروا أي ما تأثر قالوا هذا وجه صعيدي موجود في السينما الجزائرية كانوا يظنوا باللي أنت مكي جزائري أصلا يعني صعيدي أو جنوب مصر نظر للتشابه الكبير بين منطقة سوف منطقة الصعيد ومنطقة ليبيا اللي تحدثنا عليها ومن ضمن الممثلات المصريات التي ربما انتقدت الفيلم من حيث الرسالة تاعها هي فردوس عبد الحميد ربما شافت الفيلم هذا عرض في كان أعتقد أكيد عرض في كان وعرض في عدة قاعات سينمائية نعم. قالت في أوروبا الصورة هي تشويه للثقافة العربية والإنسان العربي والصورة مؤدلجة كيف كنت تعرف هك الصدى اللي دار الفيلم في ذاك الوقت والله كنت نعرف الصدى من طرف أصدقائنا من تونس لأن فوتشاسة في التلفزيون التونسي نعم وكاين اللي يقول لك تصور في الجنوب التونسي نعم لان نفس العادات والتقاليد كنت نسمع حاجات هكا انا ما قدرتش نتدخل في واحد الامور أكيد. لان السيناريو كاتبه سي الاخضر حمينه هو عارف وش يقول هو ما دراش خصيصا للواد
ولا قال شوف ولا يحكي في الصحراء الجزائرية، ربما يحكي عن الذهنية العربية بصفة عامة الجنوبية الصحراوية. ممكن فيه حسب تلك الصورة المرأة التي ولدت بنت وضربها على أنها ما تجيبش البنات. نعم. ما تجيبش الأولاد، تجيب غير البنات والغيرة كيفاش. نعم. سلف هاي يديرك على يحمش أخوه والناس حابة تهاجر وتهاجر يهار من الوقت سوف مش عارف ايه. شوف هو مش عارف المخرج نظرته هو لأنه يعرفها هو. نعم صحيح يعرفها هو وعنده فكرة هو خير، ما نعرفش ندخل في الأمور هذه معنا فنية وسينمائية هذه خطيك مش ما لا لا أنا عندي دور تاع شاعر ما خرجش من الدور نتاعي أكيد في غير اللقطة الأخيرة بركة بالمناسبة كان سيد عكاز المصور وكان مدير تصوير صحراوي الله يرحمه محمد الصحراوي في اللقطة هذيك تاع الذبيحة من الطيح. نعم. وكذا هذيك شوية صعيبة شوية لما ذبح فيها محبوب وهو يغني فما أنا ذبت الكلمات هذيك اللي قلت للشاعر هنا يجي الفنان المبدع والغير مبدع فاكر الفكره هذيك قلت له انا ندير ما نديرش غير القصيده هذه ندير يا روح سالي على الروح من البلاد لان فيها الذبيح اكيد جرالي كيما طلع على المذبوح هذا كي قعدت وكلام قال لي هاي هذه ديرها ايه. كملها معاه تعالى وجدت يعني تقريبا وكانك معناها حسيت بالنهايه تاعك راح تكون تكون اكيد السينما عالم اخر وفن اخر وناس اخرى بس تتعكس الأخضر حميدة في أفلام أخرى لا لا أنا من غير الفيلم هذا فقط حاجة واحدة عام 82 رحنا درنا الدوبلاج دو سون سموه دوبلاج دو سون واحدة غلطة دروها في الصوت رحت لفرنسا درت الدوبلاج دو سون وجيت يعني فقط يعني وتلقيته في 2007 في الجزائر عاصمة الثقافة العربية وتلقيته مرة أخرى في المطار هو ريبو مدى بصف لنا مدة ما تلقيناش وعلاقتي طيبة معهم غدوة الغدوة بعد غدوة خاصة القصص التلفزيونية مع محطة قسنطينة مع حزرلي محمد حزرلي عدة حصص مش حصة مزوج من ثلاثة بعد الحنة شباب صوت من الوادي مزيك ما بين التلفزيون الجزائري والتلفزيون قناة الخامسة الفرنسية الجسر الكبير مع فنانين من المغرب العربي في قسنطينة عدة مرتين تقريبا عدة حصص مع التلفزيون الجزائري سواء كان في قسنطينة أو رجلة أو العاصمة حساس كبيرة يعني مش حسة مزوج مش ثلاثة مش ربعة عدة حساس هذا لأن عدنا الجديد يعني ما تبقاش تعاود في عدنا الجديد والحمد لله هذه المسيرة الطويلة من النضال منذ نعومة أظافرك وعبر 7 سنوات وتتغني إلى يومنا الحالي لم ترمي المنشفة كما يقال ومازلت تتحدى ورك عصرت أجيال من الفنانين لو تحدثني عن واقع الأغنية الصوفية اليوم هل ما زلت الأغنية بحرارتها اللي أديتها أنت وداها مناعي وداها قدودة وداها كثير من المطربين سوافة ومن كتاب الكلمات هل فقدت الآن الأغنية الصوفية بريخها وكلماتها وتحورت وتبدلت وما عادتش تمثل ربما شوف الحس الجمالي والذوقي وحجم قاموس الكلمات شوف الأغنية المحلية الصوفية خرجت على مسارها أيوة خرجت ليه لأن لهلكها الأغنية الصوفية هو التبني المزيف لأن كل شيء راهو مزيف في العاصمة راهم عارفين الدنيا مش عارفين راهو مزيف مش هذه الحقيقة المظاهر راهي تغلط ماشي هذه هي الحقيقة ماهيش هذه الحقيقة أبدا كله مزور ومزيف سواء بقصد او بدون قصد وكي نقولوا احنا الحقيقه نسبه احنا البشاع ومش ملاح ما نقول الحقيقه ولا اخشى تلوم وتلام ولا ما على بالي لا هذا راي محبوب والله ما على بالي بواحد انا الحقيقه نقولها جميل جدا انغر ما تنغرش انت حر نعم باش نكونوا متفاهمين اما باش نزيف الحقيقه لان عارفها مزوره كيفاش نكذب واحد عطاني كلمات نقول تاعي واحد وقنا من التراث نقول نتاعي لا ما نكذبش يا اخي تاع الناس للناس المشكلة تاعنا وين جارينا كما الراعي والخماس يتعاركوا على رزق الناس المشكلة تاعنا التبني كل واحد يقول هذه غلطة انا نافول الطياب هذه المشكلة تاعنا الصراع التافه يعني ما عندهاش صحيح الأنانية ليه صراع تافه ما عندهاش عيب يعني عيب الأغنية الصوفية في نظر محبوب
ما هي؟ لحن، كلمات، صوت، في نظرك ما هي الأغنية السعودية؟ هي شوف اللحن والكلمات، وخاصة الكلمات، كلمات والصوت. عندنا أصوات جميلة الله يبارك. نعم. ننكر ولا ما ننكروش؟ معروف، أشوف بأصواتها معروفة. معروفين، هم يروحوا للبلدان العربية ويجيبوا في الجوائز الأولى. نعم نعم. من يكذبوش على بعضها. صحيح. كاين أشياء داروها هم متوجين الآن ما درناهاش احنا. نعم. صراحة. صحيح. لأن الفرص اللي جاتهم وما جاتناش احنا يقبلنا على كل حال. احنا درنا اللي علينا، اللي نقدروا عليه بإمكانيات خاصة. سؤالنا واحد السؤال، وعاد سؤال مهم جدا نسأله فيه لكل فنان. من يمثل أغنية صوفية؟ نقول هذا مطرب يمثل أغنية صوفية. أنت عارف لديك الشجاعة تتكلم بالجلد هذا. سألنا هذا السؤال علي صوفية. سألنا هذا السؤال إبراهيم بن ليما. اليوم نسأله المحبوب. في نظرك من جملة المطربين خاصة في جيلكم، من الذي يؤدي الأغنية الصوفية؟ نقول هذا صح غناها غناء صوفي ويؤدي الأغنية الصوفية. شوف حتى من ما تعرفني صريح، لكن أحيانا الصراحة شوية مرة شوي. أنا أقول كل الاحترام لكل فنانين الوقت، أكيد صوف ولا غير صوف. لا احنا أنا جاي. نعم أنا جاي فنيا نتحدث بمعيار الفن. فني كان أصوات خير كرب، ما قلتش نقول لك فلان ولا سعيد ولا طاهر ولا ابراهيم، لان انا علاقتي طيبه معهم، لان حتى العلاقات تلعب دور. اكيد. وما قلتش نميز واحد على واحد. لا مش تمييز، انا نحكي لك يعني. نقول معيار لا كنت تقول فلان الاعتبارات الشخصيه ما تدخل. يعني كنت تقول فلان يقول لك على ما قالش فلان قال فلان. لا ما قالش فلان. انا كل رايي، شوف انا رايي كل ما هو فنان محترم، لان الغناء وحده ما يكفيش، يكون محترم، مركز لي على محترم اخلاق بالضروره. نعم بالضروره. والكلمه النظيفه ما تقولش لامبورت كوا، ما تقولش اي كلمه، ما تلوحش الحديث، وكي تلوح كي تقول الكلمه اعرف وش قصدها. انا كل الاصوات الحقه بصراحه، او احيانا نسمع رزوق يغني رباني ترابك يا صوف، ما شاء الله عنده طريقه خاصه نتاعو روعه. سمعت رباني ترابك نشوف هذا المهرجان اللي داروا الاخر هذا في الامارات، وش اسمه الانشاد الانشاد تاع الشارقه، تاع الشارقه اللي داروا اللي جاب المرتبه الثالثه، وش اسمه جابر اصيل. ملي الشرف كنا سمعنا رباني ترابك نشوف في الامارات صراحه، يعني شيء شر. هذا من جيل جديد، شيء شر. علاش نقول غيرنا؟ ما هو كل ما كاش حتى واحد بعدنا، عيب. كل واحد عنده ميزه، كل واحد يكمل الاخر، كل واحد عنده بصمه. كل بصمه، انت دير بصمه، الاخر يدير بصمه، الاخر يدير بصمه، وجي متكامله. جميل. القفه هزوها زوجين، ما تهزش بجدين واحده. مستحيل. تو انا قاعدين نصوروا، كاين كاميرامان، كاين الاضاءه، كاين الخيوط، كاين وحدها هكاك جات الحصه. ابدا. ومن بعد يجي المونتاج. ايكيب كامله. كامله. هذا هو حتى في الغناء، لازم تكون متكامله، مش انا وحدي. نعطيك مؤخرا انا نديروا في الاغنيه الجديده صراحه بالمناسبه نحيي ياسين زبيدي استوديو كنوز. ايوه. هو اللي كان موزع تاع الاغنيه هذه وتعبت فيها، يعني راك تتعامل معاه الان في الاغنيه هذه الجديده. عنوانها عنوانها يا ظالم يجيك يوم. بعد ما يا ظالم يجيك يوم، هذه عندها دلالات الاغنيه هذه. ياسر مش غير دلالات وصح، يا ظالم يجيك يوم. ايوه. وش فيها هذه؟ هذه كلمات ننتظروا محبوب في ظالم يجيك يوم. ومشاهدين الأعزاء ومتتابعي القناة، عليكم أن قريب تولد الأغنية، المفروض غدوة إن شاء الله نكملوا التسجيل خلاص يعني. وبعد توزع يعني نحطوها في اليوتيوب، في اليوتيوب ولا نحطوها في الفيسبوك. انتظروا هذه يا ظالم يجيك يوم. هذه كلمات لسه. كلمات وتلحين ياسين محبوب. أيوه. وش يقول؟ تقول ما تفرحش بالدنيا والايام كي تعطيك، يا ظالم يجيك يوم والزمان يدور عليك، كلمه ديرها في بالك وحطها بين عينيك، تحصد كل شيء يسرى لك انت زرعته بيديك. هذه كلمات صوفيه. هذه كلمات ياسين محبوب. تجري ولاها في على الدنيا حتى شيء ما يزيد، تحسبها في ظنك ما هي ثانيه، تحسبها دائما ليك، تمشي هايم تتكلم عقلك ما هو ليك، في الدنيا ما كان سلم الايام لعبابي. هذه ثنائيه وثلاثيه؟ لا لا لا، ثنائيه ولا ثلاثيه، الوحيد الوحيد يعني. هذه بالمناسبه قلت الكنوز مع ياسين زبيدي الاستاذ زبيدي الحيي بالمناسبه.
لأنه تعب فيها ياسر هو وإبراهيم برلينة. أيوة فنانه الكبير. الكبير هو اللي دار كمان والتوزيع الموسيقي هو والحي كذلك ياسين محبوب اللي أعطانا الكلمات هذه وهو اللي لحنها. بصراحة أنا قلت لك عمل متكامل. هم كمان الناس هذم شكرا فيهم شوي. بارك الله فيكم شوي. على أنت كعميد وأحد أعمدة الأغنية الصوفية تقييمك ولو ان كلمه عميد تقلق البعض لكن معلش يقول لي محبوب فقط يعني. احد اعمده الاغنيه الصوفيه مش واحد محبوب وخلاص احد اعمده الاغنيه الصوفيه ولا اقول حمى من الاوائل معلش ما كاش مشكله وعميد صح انت من ضمن الله يسلمك انا اقدر مقدركم هذه الشهاده وهذه شهاده نقولوها من 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 الرعيل الاول اللي وصل الاغنيه الصوفيه بالمناسبه. نعم. طارق معوش الاعلامي طارق معوش اللي هو اللي دار لي هالفكره هذه تاع عميد طارق معوش بالمناسبه نحييه لان من الناس رغم انه كتقول معوش بان من البلاد هو من عنابه يموت على البلاد يموت على البلاد ويعرف اسير الزو كيفاش يشتي البلاد اصلا جميل وش تلقاه اللي يكلم بيه في التليفون يقول لي دير لي ربنا يضربك يا زوف انت وش علاقتك قلت ربنا يضربك يا زوف مخلوق كما صدق جمعاوي تعرف اجيبوها يا ولاد نعم تحورت معاه قال لي الرب يكتب لي ربنا يضربك يا زوف نغنيها يا ولدي هذه دار صدى كبير يا ودي قلت لها الاخوه التوانسه الجزائريين كل هذه كلمات علي صوفيه وتلحين وبيري مسعود وغنوها قبلي غنها الاخ الحشيف اول ما غنوها قبلي نعم لكن هذه يعني اصبحت اغنيه محليه ما دام محبوب للسعيد للطاهر لابراهيم جميل وهذا الشيء كنت تهتم عليه والشعر نجيبه بضرافه ميصل ميصل كيسافر غرور ميصل كيسافر الغرور جزائري وصوفي وجدودي سوافا اعطيني موقفك وحكمك وربما من خلال تجربتك كفنان عريق في صوف واحد اعمدة الاغنيه الصوفيه في هذا الجيل الناشئ من الفنانين الشباب. شوفوا مرول بصراحه يعني انا اللوم عليهم وما اللومش عليهم. اللوم عليهم لان ما كانش تجديد. ما كانش الجديد ابدا من وقت صوفيا الزينه في 2015 ما كانش حاجه جديده يعني قليله ما كانش باينه. الكتاب الاغنيه لا موجودين كتاب الاغنيه ما كان قد مشكل بالنسبه للكتاب لكن وشيهم وما اللومش عليهم من ناحيه لان ما كانش تشجيع باش تروح تسجل في استديو انا قلت لك ماهيش سهله مسألة بالسجل في استدورة ولازم مصاريف ولازم كلام بعد يحطه ما يلقى حتى فايدة ربما هو اللي خلاه بيروح الأغاني الأغاني الخفيفة للعراسي وتوكل الخبز وفي الأمان واش اللهطة هذه كله دير جديد أم ياسر ما داروش جديد من الثمانينات من الثمانينات ولا ما داروش جديد وباقي نفس الأغاني اللي تدور وين المشكلة يعني احنا الأغاني بدمنا سخون نحب نجدد ونحب حكم تجربتك رسالتك لهؤلاء الشباب الفنانين رسالتك لهم نصيحتك لهم شوف انا ننصحهم كما كنت نقول لك قبيلي يديروا الغناء كهوايه فقط او ما يضيعوش الفرص اللي ضيعناها احنا قبل ضيعنا عده فرص وهذه تعتبر نصيحه من ذهب واحد مش ينصحك من قلبه ويقول لك ما تخطئش الخطا خطات فيه هنا هذه لا ما تخطئ الخطا كبير فانا وراني خلص فيها الضريبه غاليه وغالية جدا كي نقول لك غالية جدا غير ما كنا نتكلموا في أمور أخرى ألا يعتمد الفن كمهنة اعتمدوه هواية كهواية كما الرياضة كما البالون ربما هذا المشكل ربما المشكل الثقافي في مجتمعاتنا سبعة عامة لا تولي الفنان أهمية كبرى وتشوف الفن هو مضيع الوقت عكس مؤسسات أخرى في دول متقدمة تشوف الفن رسالة وتشوف فنان محفوظة كرامته وربما مبجل مكرم يا للأسف على ذكر التكريمات يا سيدي حدثنا عن التكريمات محبوب أي جهات كرماتك وما شكل التكريمات في ناس التكريمات يشوفها غير شهادة شهادة سيرفيس تاع قهوة حدثني عن التكريمات وبالمناسبه وهل ثقافه وزاره الثقافه كرمت ولا ما كرمتكش حدثني عن التكريمات بصفه عامه بارك الله فيك
يبدو أنها عجبتها كلمة وزارة الثقافة سي محبوب ويضحك عليها. شوف التكريمات على كل حال هي معنويين أكثر منها حتى التكريم، لكن حتى كتكون ماديين فأنا اسمح لي الإنسان عنده أسرة عنده حافز. شوف التكريمات كان بالمناسبة نقيد طارق عثمان رئيس المنظمة الوطنية للاستثمار والمواطنة، عضو أمين وطني مكلف بالثقافة محافظ على التراث في المنظمة الوطنية للاستثمار والمواطنة سي طارق عثمان، هو أول ما بدأ العام الأول تاع المنظمة دار لي أنا تكريم في بسكرة، تكريم معنا والكلام نحييه بالمناسبة ونحيي كل الأعضاء المنظمة الوطنية كذلك. بالمناسبة كذلك عندها واحد العام تقريبا قدام رمضان بنهارين ثلاثة في المسرح الوطني مقهى بوستانجو، بالمناسبة نحيي سي العربي بريك اللي شرفني بالحضور هو نعم. الدكتور بن خليفة مشري نعم. شرفوني فهم وانا لعلتهم قلت لهم باش تحضروا كعينة وكذا، كان عبد الرزاق جبالي ودت وجوه السيد علي بن سالم الممثل والمخرج ورئيس جمعية الألفية الثالثة دار لتكريم في المسرح الوطني انا وزبير رحال الزبير والآن رم وصلوا تقريبا اسمنا الفاتت عند ثلاثة أيام وصلوا تقريبا أكثر من 130 فنان ما بين ممثلين وفنانين ومخرجين وإعلاميين. هذه الجمعية القناة تبعت الحدث هذا وداعته نعم. رئيس الجمعية الألفية الثالثة يخدم في خدمة جبارة صراحة ما شاء الله، وما عندوش هذا من العاصمة وهذا صحيح. من كل بقاع الجزائر نعم. من الغرب من الشرق من الجنوب من الوسط ما عنده حتى خلفية مع المهم يكون فنان عطاء للأغنية الجزائرية أو التمثيل الجزائري أو إخراج في الجزائر أو أي حاجة فيها وطنيا مشكور على ذلك وبارك الله فيهم. نشكر كذلك المسرح الوطني محي الدين بشتانجي وكذلك حقوق المؤلف حقوق المجرد لأن بالمساهمة مع نحييهم بالمناسبة. التكريم الأخير مع الخدمات الجامعية بتندوف خدمات السي أحمد على كل حال مسعودي مسعودي نحييه بالمناسبة عرضني ورقت حضرت المهرجان نتاعهم الوطني ودار لي تكريم مشكور كانت طبعة باسم المرحوم البرناوي عمر البرناوي الشاعر هي الطبعة كانت باسمه هو بالمناسبة نحيي سحمد بارك الله فيه على الالتفاتة. أما ناحية وزارة الثقافة قلت وش قلت لي أنت على وزارة الثقافة كرمتك وزارة الثقافة ملا فنان كبير مثل محبوب أكيد راح تكرمه وزارة الثقافة والله إن شاء الله من فمك ربي أو ديوان الوطن للثقافة والفنون تاع سي بن تركي سابقا لا هو اللي تكرم هي وزارة الثقافة لأن سي تابع وزارة الثقافة أكيد لأن تابع وزارة الثقافة أكيد. أنا لحد الآن ما تكرمتش صراحة وعيب نقول كرموني يعني أكيد. عيب ورانا الآن اليوم قداش في الشهر اليوم اليوم الاثنين يوم اثنين جوان وانت تفوت الحصة الأسبوع القادم إن شاء الله خلاص تجي مع اليوم الوطني للفن يوم 8 جوان نعم. الغريبة وين إنه في التكريمات هذه لاحظتها تقريبا من 2003-2004 إلى يومنا هذا اللي محيرني مش محيرني اللي ما كرمونيش علاش الله يسهل لهم كرموني مرحبا ما كرمونيش ما هذه أمور يفهموها هم صراحة يعني ما نقدرش نتدخل في أمور خطيمة. الغريبة وين كل ثلاث سنين يتكرم نفس الوجه هذه اللي ما فهمتهاش نفس الوجه نفس الاسم ونفس الوجه 2005 اوت 2010 و8 جوان يكرم 2020 يكرر من طرف وزارة الثقافة نفس الوجه نفس الوجه ونفس الاسم نعم. هذه ما فهمتهاش انا وش نظامها. بالمناسبة يعني على كل حال هما احرار وكان كواليس ما كان لنا ذكرتها في الاول ربما من ضمن الكواليس كان يحكي عليها خلينا ساكتين. اذا كلمتك الاخيره لجمهورك الواسع عندك جمهور ما شاء الله محمد محبوب ترك الاسم ترك الاثر ترك فن وترك اغاني لحد الان وترك فيلم فيه شخصيه
كان عندها دور كبير في الفيلم، مش غير الفيلم بركة، حتى الحلقات الأولى بالمناسبة تاع جحا، مسلسل جحا مع حكم دكار مع وفيلم قصير مع أمينة كسار للتلفزيون الجزائري. جميل. إذا كان عندك عمل درامي، قمت بالعمل الدرامي وأنت فنان متكامل. سمعت أخيرا سي محبوب راك في الجمعية الإفريقية نصر مانديلا، حدثني عنها هذه حتى نختتم بها. شوف أنا كان لي الشرف أني سي عبد الله المرزوقي هو رئيس المنظمة هذه، الجمعية المنظمة إفريقية، هو اللي شد هو مندوز على كل حال أستاذ سي عبد الله المرزوقي، هو رئيس المنظمة هذه في شمال إفريقيا. واخترت أنا في عضو في المكتب، عضو في المكتب هذا، ممثل على الجزائر، الوحيد ممثل على الجزائر، وهذا شرف لي بالمناسبة. وحي السي عبد الله المرزوقي. طبيعة هذه المنظمة ودورها. المنظمة هذه هي تحكي على، نحكي من جانب الثقافي، جانب الثقافي والتبادل الثقافي، وأحيانا مؤخرا داروا الملتقى نتاعهم في السنغال وكنت باش نروح، الفرصه ما جاتش بيه، لحقت شويه روتار، عندهاش حتى 10 ايام تقريبا. افريقيه فيها 55 دوله تمثل الفن الافريقي والثقافه والتراث الافريقي. حضرت حتى في الحفل تاع اللي جات بنت نكسل مونديلا لدوز، كنت موجود في الحفل وصورناها، وكنت موجود تكلمت على الجزائر قبلة الاحرار الجزائر. نعم. هذا شرف لي على كل حال، واعتزوا به. وشرف الجزائر انك مثلت في هذه المنظمه ايضا. نعم. وشوف انا الوحيد ممثل هنا في الجزائر على كل حال. وانا كذلك راني في المنظمه الوطنيه للاستثمار والمواطنه اللي راسها سي طارق عثمان. هذا تكريم لي لان انا مثلت بنسكرا في القانون والشباب، وكنت مثل بنسكرا ومثل الجهه وكذا، دار لي التفاتة كامين وطني مكلف بالثقافه والمحافظه على التراث. كنت مثل الواد مش بسكرا، لكن الواد كان لا قلت في ذاك الوقت كان ولايه بسكرا. نعم. هو كيقول بسكرا، احنا نحكي اداريا اداريا في ذاك الوقت كان تابع الواد وبسكرا والجنوب. جميل جدا. كلمتي الاخيره لجمهورك يا سيدي، والى جمهورك الواسع على مستوى الجزائر، على المستوى المحلي، حتى على المستوى الاقليمي. انا اقول لهم يزكم بلا دعايات. ومشكل جمهورك ده تاع لا 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 مش على الجمهور انا. الناس الاخرين خلي بعد الجمهور. ايوه تفضل. اخطوكم بلا دعايات فاشله. راكم تعبوا في رواحكم. صراحه راكم قاعدين تتعبوا في رواحكم. ونار ندار وذن عروس. ما سمعتش بكري باش نسمع تو. مستحيل. معليش تنقد ومحبوب بدا الوقف على رجليه. لا 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 تنقد معقوله. أيه. تنقد ما فيهاش عيب. تقول لي هذيك مش كذا، ما درتهاش كذا، ما درتهاش مليحه، كون درت كذا معقوله. اما باش تدير الدعايات باش تكسر الواحد عيب. نعم. عيب يعني الناس تعرف بعضها. وكان كشفكم انا ندير اغنيه جديده، واش تديروا يا سيدي؟ ماذا انتم فاعلون؟ عيب 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 عيب. اما الواحد جمهورك العزيز بالمناسبه نحييهم، كل من وقف معي وقت الشده، زيد نركز وقت الشده، كل من وقف معي من بعيد او من قريب، سواء كان في الواد او خارج الواد، ما نذكرش الاسماء مش ما ننسى حتى واحد، نقولهم بارك الله فيكم، ورغم انه ما يستنوش مني مقابل. نعم. وما يحتاجونيش، نقولهم شكرا بارك الله فيكم، حتى كلمه طيبه راهي وقفه مع الناس. ونزيد نقول راهو اللي شد في ربي ما يخيباش. نعم بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا على حسن الاستقبال والضيافه. الله يعيش محمد، وربما رحبت بنا وادخلتنا الى قلبك قبل ان ندخل دارك، وانت محبوب الوادي ومحبوب الجميع. إذن هذا هو محمد محبوب ببساطته بعفويته، محمد محبوب الصريح ابن الواد، ابن هذه الحاضنة الشعبية، يقول وش موجود في قلبه. هذا دليل على نظافة جيبه ونظافة قلبه ونظافة روحه، عرفناه دائما رغم الألام ورغم الاحتياج مبتسم في وجه الجميع. وهذا هو الفنان، الفنان عندما يقابلك بهذه الروح يفتح لك قلبه، يفتح لك بيته، يفتح لك كل ما يجول في خاطره. أشكره جزيل الشكر. ومشاهدينا الأعزاء في حصة مقبلة إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.